السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع جميل جدا، من أهم المواقع المهمة في البحث العلمي، وخصوصا في مجال البرمجة ومجال الهندسي ومجال البرامج الهندسية وهكذا. بتلاقي الحاجات مرتبة، ممكن تقول مثلا عايز آخر أبحاث موجودة أو في سنة معينة، فبيبدأ يجيبهالك وبتبدأ تشوف بقى التخصص. طبعا أنت ممكن تعمل سيرش على الحاجات اللي أنت عايزها، تمام؟ ممكن مثلا مهتم انت بالروبوتكس، فبيبدأ يجيب لك اهم الابحاث، تبدأ تختار البحث اللي انت عايزه، وفري داونلود تقدر تحمله وتبدأ تطلع عليه. بحيث مثلا لو انت بتعمل بحث عن اي مجال معين، بتحاول تشوف اهم الابحاث الحديثة اللي هتعتمد عليها، لان لو اعتمدت على ابحاث قديمة ممكن يكون العلم كل شوية بيطور نفسه، والجديد نقدر نقول هو بيبني فوق القديم، مش زي مثلا الحاجات الأدبية بتبقى ممكن الواحد يسمع حاجة قديمة وحاجة حديثة. لأ، أكيد النظريات الحديثة بتلغي أو بتطور النظريات القديمة، فعشان كده لازم تكون مطلع على آخر الأبحاث وأنت بتعمل البيبر بتاعك.